السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدنا إخواني أخوات، عدنا لكم من معرجات تيم حضير معرجات حجيرت. عدنا لكم يا إخواني أخوات من مدينة ميدالت، من منعرجات تيم منعرجات تيم حضرت هذه بقات لاستفينا، من منعرجات حجرت يا إخواني يا أخوات 8 كيلومترات حضاري ثم حضاري لمن يزور المنطقة لأول مرة. أنتم يا الحباب هن جديد في طريقنا إلى مدينة ميدال، تشاهدون حفلات من الطراز العالي. إذن إخواني أخوات الناس الأعزاز الأوفياء، انتباه انتباه يا إخواني أخوات، منعرجات حجيرت 8 كيلومترات كلها منعرجات حداري ثم حداري لمن يزور المنطقة لأول مرة، وخاصة أيام الثلوج. وأنا أتلى أغنية يا إخواني أخوات أتكلم عن العار، تبقي فيا العار تبقي فيا الشر ولا أنسى، رغم أننا الحمد لله هناك أنواع من البشر، هناك من يسامح ولا ينسى، هناك من يسامح وينسى، وهناك من يسامح ولا ينسى. إذن إخوان أخوات الناس الأعزاز، شوف راسك في راك، واش كتسامح وتنسى ولا ما كتسامحش ما كتنساش ولا كتسامح وكتس. إذن اسمع وتمتع مع الأغنية للفنان الأمازيغي قح من منعرجات حجيرت، منعرجات حجيرت يا إخوان يا أخوات يا الناس الأعزاز. إذن دخولنا إلى منعرجات حجيرت، غابة البلوط والأرض، لكن دائما نقول لكم إخوان أخوات حذاري ثم حذاري ثم حذاري لمن يزور المنطقة لأول مرة، وخاصة أيام الثلوج. اسمع وتمتع الكلام، يقول لك العار اللي درتي فيها هو اللي بقى فيها، العيب اللي درتي فيها هو اللي بقى فيها. بكل صراحة أسامح وأنسى، لكن أعمل التجاهل لذاك الشخص في الثلاجة. هذا هو الواقع يا إخواني يا أخوات، أسامح وأنسى لكن أعمل التجاهل، والتجاهل هي الضربة القاسية للإنسان الذي تريد أن تتركه بعيدا عليك، يعمل له التجاهل ضربة قاسية.
بون سيرفيس بون كوراج بون سيرفيس بون كوراج بون سيرفيس بلاد السلم والسلام بلاد القانون احترمتي راسك كيفاش لي يهضر معاك ما احترمتيش القانون الحمد لله بلدنا بلد السلم والسلام بلدنا بلد القانون Faut penser avant de lancer. Il faut penser avant de lancer. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. شتي الناس اللي كتمتع ها شتي الناس اللي كتزور المناطق وتستمتع بالرحلات وتستمتع بالمناطق الجميله ها كفى من الخمول كفى من الكسل كفى من النوم تحركوا ترزقوا تحركوا ترزقوا خطوات خطوات رحلات يا اخواني يا اخوات الرحلات تزيد لك قوة وتشجيع ومحبة وصدق وصحة ونشاط واستكشاف المناطق الجميلة ولقاء أحباب ولقاء الناس طيبين لقاء الناس الأوفياء إذن تحركوا ترزقوا مازلنا إخواني أخوات منعرجات حجيت 8 كيلومترات كلها منعرجات حداري ثم حداري انتباه يا إخواني أخوات من يزور المنطقة لأول مرة وخاصة أيام الثلوج أقول لك أخي الكريم أختي الكريمة شور 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 يا أبابا شور يا أبي نحن في انتظارك شور 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 يا أبي نحن في انتظارك شور 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 هنا تنتهي من عرجات حجيرت 8 كيلومترات كلها غابات البلوط والعرعار والأرز مدينة ميدال ترحب بكم إخواني أخوات ناس طيبين ناس العزاز الأوفياء ميرسي بكو جو تسويت إن إكسلونت بي بلان دو سانتي بلان دامور بلان دو سيربريز ثانك يو فيري ماتش ثانك يو سو ماتش Thank you, thank you, thank you for your visit, my channel. Welcome, welcome, my friend, sister, my family. Welcome, welcome to visit Midas Morocco. Welcome to visit Midas Morocco, la capitale de la pomme. التفاح إخواني أخوات نحن دخلنا إلى آية الله كل شيء الله التفاح إخواني أخوات والحمد لله والشكر لله كانت سنة جميلة سنة الخير والخيرات رغم بعض المناطق
كان تساقط التبروري وقع ما وقع، ولكن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين، انصر فلسطين الشقيقة والصديقة، ارحم ارواحهم فارقتنا وتركت محننا في القلب لا يفارق. الجديد مدينة ميدالت، الجديد ثم الجديد، ودائما مع الجديد والتجديد. جولة تشاهدنا الجديد في مدينة ميدالت، دائما بلاد الخير والخيرات، بلاد السعادة والطمأنينة، بلاد الخير والخيرات. شرف الدالي داز فيه الطريق راه هذاك هو العبيد. شوف اللغز كيفاش غادي تفهمو نتا، اللي شريت الدان اللي داز فيه الطريق هذاك هو راه عبيد، ولكن راه اللغز ديال الكلام يمكن تخرج منه بزاف ديال المعاني. افهم كلامنا، تعلموا كيف تفهموا كلامنا، كلامنا كل ألغاز، كل معاني، كل أفراح، كل أحزان، كل أفكار، كل عين، نور، سعادة. هنا أيضا يا إخوان يا أخوات أقول لكم حزام السلامة، وهنا أيضا يا إخواني يا أخوات نقطة سوداء، حذاري ثم حذاري أيضا في هذا الممر. والحمد لله كانت الطريق ضيقة، والحمد لله الطريقة أصلحت، ولكن حذاري ثم حذاري. وصولنا إخواني يا أخوات إلى عين، أي شوف الله كل شيء لا أيام زمان. على اليمين يا إخواني يا أخوات هناك عين، أي شوف الله، أما على الشمال كان فعل ماضي ناقص، على الشمال كان أمن وضل فعل ماضي ناقص أيام زمان، وتبقى على اليمين عيد أيت الله كل شيء لا. We'll be right back.
الجديد بمدينة ميدالت، الجديد دائما نحن مع الجديد، الجديد بمدينة ميدالت. إتزار بومية، ونحن في نقطة والغ، مركز والغ، ويبقى على اليمين بومية إتزار تضروا إلى زايدة إن شاء الله. الجديد يا اخواني يا اخوات في مدينة ميدالت، حفلات من الطراز العالي. بون فواج بون كوراج. جولة إلى مدينة ميدالت. ويلكم فلاندرز سيستم اوف ماوي.
من كوم تبزت المدانس موروكو من كوم تبزت المدانس موروكو مدانس موروكان سي لا كابيتال دو لابو أسامح الجميع بدون استثناء أسامح الجميع بدون استثناء لكن أهل العار في الثلاجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والتجاهل هذا هو القرار الذي يتخذها مع بعض الأشخاص الذين يستحقون حتى ولو تقرأ تعليقاتهم اعمل له بلوك في التعليق في القناة واعمل في الثلاجة واتركه في الثلاجة حتى فصل الصيف إن شاء الله ربما نفتح له الأبواب. إذن وصلنا إلى الفندق الإركات وهنا ستنتهي رحلتنا إخواني أخوات، هنا ستنتهي رحلتنا في الفندق إركات. إذن هنا سنأخذ راحتنا وهنا سنستقر وهنا سنقول لكم إخواني أخوات الناس طيبين يا الناس العزيز شكرا لكم شكرا الأوفياء شكرا لنا أحبي ذا القناة الصغيرة في فندق إركات. أنتم يا الأحباب أنتم يا الناس الطيبين أنتم يا الناس العزيز أنتم يا محبين مدينة ميدان إذن إخواني أخوات هنا سنودعكم وهنا سنقول لكم مع السلامة حتى نلتقي مرة ثانية في فيديو آخر في منطقة أخرى في جولة أخرى في فندق إركات. مع السلامة.